هبطل اجل هدي هبطل ما انا مخيف سخنت ولا ما سخنت. البنات احنا وصلنا دابا اكادير، اسمحوا لي ما صورتش لكم البارح لان حيت وصلنا فيه مع احنا دابا غادي نمشيو للبحر نصوت مع هذا دابا نمشيو فيه غنتبعو معايا نشوفو بحال ديال اكادير. الصراحه واحد التويره غزاله بزاف التويره اللي احنا ساكنين فيها في الجوج الصالون تدوش فينا شي حاجه زوينه الدار بارده مع جوجو كازا سخان في أكاديم باردة والحي سميتو غير العكس زعما ما في لا سطح لا حتى شي حاجة حاجة جميلة كالم بزاف. ممكن نخليكم تشوفو معايا دابا أنا لابسة هاد السيدة هادي كتشوفو دوز معاها السنايديرة ودابا غادي نديكم معايا للبحر. ما كتبركش اخويا باقا كاع ما كتبرك هذيك تماما نور نور وصلنا للبحر زوين اكادير مبرد بزاف اللي بغا يجي اكادير حاجه زوينه بارد بارد بزاف جو بارد. البحر حتى هو هادي ما فيهش الماج بزاف بحال لابيسين ونقي نقي بزاف. هذا البحر ديال لا كورنيش كورنيش ديال اكادير هذا انا نوريه لكم.
الصوبة وشنا غادي نخرجو نزلينا حبيت بالك إذا كنت معي يلا تنهضوا متلاقاو.